السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة ست البيت. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض خلطة الفلفل الاحمر. الخلطة دي تنفع للسمك وتنفع لاي مخللات، وبالاكتر البتنجان المخلل. يلا بينا نعملها. ده الفلفل، ده شكله، ودوت بعد لما تقطع. هناخده فلفل هنحطه في الخلاط، بعد لما حطيناه في الخلاط هنحط معلقه ثوم مفروم، معلقه كبيره، جزر مبشور، نص كوبايه زيت ذره، نص كوبايه خل، معلقه كمون كبيره، معلقه ملح، وهنضربهم في الخلاط. هنضرب شويه ونوقف شويه عشان ميبقاش ميه جامده. ونوقف وبعد كده نقلب. لما ضربناه في الخلاط ده كده شكله. اللي عايز يخفف الحرقان يحط فلفل رومي اخضر، ده هيهدي الحرقان شويه. بصمكم ولا تخين قوي ولا صوص خفيف خالص. ده بقى ممكن نحطه في برطمان ونحطه في التلاجة، وعلى وش البرطمان شوية زيت ذرة صغيرين. ولو عاملين كمية كبيرة ممكن نحطها في كيس بلاستيك ونحطها في الفريزر، تقعد معانا مدة طويلة برضو ما يحصلش اي حاجة.